وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم ضمن جولته في المنطقة، حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وفي تغريدة له على تويتر هنأ بومبيو دولة الإمارات على اتفاق السلام مع إسرائيل وبحث بناء السلام والاستقرار الإقليميين بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار في ليبيا ووحدة الخليج. وقبل توجهه إلى الإمارات التقى وزير الخارجية بومبيو الأمريكي التقى بولي العهد البحرين في العاصمة المنامة وذلك ضمن جولته في المنطقة. وأيضا في تغريدة له على تويتر أكد بومبيو أنه ناقش مع ولي العهد البحريني أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة. من جهتها أكدت وسائل أعلام بحرينية أن الملك حمد بن عيسى الخليفة شدد خلال لقائه مع الوزير الأمريكي على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.